يترقب ملايين اليمنيين غدا الخميس إسدال الستار على القضية التي أثارت الرأي العام لمدة عام كامل في القضية الشهيرة والمعروفة باسم شهيدة عرفة، وهي الطفلة حنين البكري والتي راحت ضحية حادث سير بسيط بين والدها وقائد إحدى المركبات ليتطور إلى إطلاق النار على سيارة إبراهيم البكري من قبل الجاني حسين هرهرة، والتي كانت بداخلها الطفلتين حنين وراوية. وقد فارقت حنين الحياة بمجرد وصولها إلى المستشفى بعد إصابتها بطلقتين ناريتين في الصدر، بينما أصيبت أختها راوية بطلقات نارية في الرجل، تم إسعافها إلى المستشفى وإنقاذ حياتها. وكانت قد أصدرت محكمة المنصورة الابتدائية بمحافظة عدن في 7 أغسطس من العام الماضي 2023 حكما بإعدام المتهم بقتل الطفلة حنين، وقضى منطوق الحكم بإدانة حسين هرهرة بجريمة القتل العمد. وقد قام محامي المتهم باستئناف الحكم عدة مرات ولكن دون جدوى، حيث لم يستطع أن يثبت براءة موكله، وإنه لم يكن يعلم بوجود الطفلتين المجري عليهن في السيارة، وإن غرضه فقط كان إتلاف السيارة. وقد تم تحديد موعد تنفيذ حكم الإعدام الذي سيوافق يوم غدا الخميس 1 أغسطس لعام 2024. الجدير بالذكر أن والد الطفلة حنين رفض العفو حتى اللحظة، رغم الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها من أجل الإعفاء عن الجاني، ولكنه رفض كل تلك الوساطات متمسكا بالقصاص. وإليكم هذا المشهد التمثيلي الذي يجسد الواقعة. بكرة إيش يا بنات الحلوات؟ بكرة. طيب يا حبيباتي، أنا الآن رايح السوق أجيب المقاضي الناقصة حق العيد. خلني أروح معك يا بابا. لا لا، راح أروح وارجع بسرعة، أنا صايم. الله يخليك يا بابا، خلني أروح معك. ما راح نسوي يزعج. خلاص خلاص حبيباتي لا تبكون، راح أخذكم. أم حنين، أنا رايح السوق وراح أخذ البنات معاي، نص ساعة وراجعين. الله يا حنين، حاطين زينة بالشوارع. مبسوطة عشان العيد بكرة، الأجواء تجنن. والآن راح أخذ لكم أغراض راح تسعدكم في العيد. يا ساتر، في حد صدمنا. لا تخافوا لا تخافوا يا بناتي، أنا بنزل وانتو قعدوا في السيارة، لا تخافوا. أوي، خدت سيارتي، سيارتي غالية. اهدى يا حاج الله يهديك، أنت اللي صدمتني. أنت شكلك مش عارف أنا مين، أنا ابن السلطان. الله يهديك يا حاج، ما يصير إلا كل خير. شوفك خوفت البنات في السيارة. أقول لك سيارتي سعرها غالي. طب أنا وش دخلني؟ أنت الغلطان، أنت اللي جيت فوقي. صح كلامه يا حاج، أنت الغلطان. أنت وش دخلك؟ يا حاج الله يهديك، كلنا شفنا الحادث وأنت الغلطان. واضح أنكم متآمرين علي، لكن راح أروح السوبر ماركت وأشوف تسجيلات الكاميرا. حاضر، روح شوف التسجيلات، واللي يطلع في التسجيلات أنا تحت أمرك. ما تهرب، شوية وراجع. واضح انه شايب علاجي. لا تهرب ها؟ اتركك منه، احنا كلنا شفنا الحادث وهو الغلطان. الله يهدي، تأخر كثير. انا معي البنات في السيارة، بروح بجيب الاغراض الناقصة وارجع. تمام، روح انت واحنا بنكلمه انك بترجع. لو سمحت ابغى اشوف تسجيلات الكاميرات. اي كاميرات؟ خير، وش صاير؟ في واحد صدم سيارتي الفارهة وأبغى أثبت التهمة عليه. أعتذر منك يا حاج، لازم طلب من النيابة أو الشرطة. وش تقول أنت؟ أنا أبغى أشوف التسجيلات الآن. وأنا الكلام اللي عندي قلته، لازم إذن. طيب طيب، أنا راح أوريه شغله. وين راح؟ هربتوه؟ والله لقتله، وين راح؟
بيرجع، رح ياخذ مقاضي ويرجع. أكيد هرب. إيه ده يا حاج، بيرجع. والله ما خليه، وين سيارته؟ في بنات بالسيارة، في بنات بالسيارة. لا تطلق النار، في بنات بالسيارة. وقف، لا تطلق النار. صدم سيارتي، شيلوا ايدكم عني. خلاص انا راح اكلم الشرطة، وانتوا شوفوا البنات اللي في السيارة. خلنا نلحق البنات اللي في السيارة. اسحف، الحقونا، البنت راح تموت، اسعف. حنين اختي، حنين، حنين. اسمع صراخ بناتي. بنتي حنين، يا الله بنتي حنين. يا رب لا تختبر صبري في بناتي، يا رب لا تختبر صبري في بناتي. أعطني بنتي، أعطني بنتي بسرعة، بنزل على المستشفى. أرجوك يا دكتور أنقذ بنتي. يا ريت تجلس على الكرسي على بال ما أفحصها. لا أنا كده تمام. ها وش يا دكتور؟ أنت شخص مؤمن، قول لا إله إلا الله، البقاء لله وحده. لا يا دكتور لا تقولها، ما أبغى أسمع. لا لا تقولها. حنين يا بابا قومي، بكرة عيد، قومي يا بابا. حنين الله يخليك، قومي قومي عشان تلبسي ملابس العيد. يا أخوي قل لا إله إلا الله. لا 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 أكيد حنين راح تقوم، أكيد الدكتور ما يعرف. قومي حنين بنتي، قومي. حنين، حنين، حنين. يا الله. عطني حنين وشوف بنتك الثانية كيف صارت. راوية؟ وين راوية؟ يا الله وين راوية؟ يا الله. لا تقلق، راوية إن شاء الله إنها بخير في غرفة العمليات. راوية بنتي أنت كويسة؟ بابا وين حنين؟ حنين كلها كانت دم. لا تخافي يا راوية، حنين كويسة، لا تخافي يا بنتي. احنا خفنا كثير يا بابا، اطلق علينا النار يا بابا. انا جنبك يا بابا، انا جنبك، لا تخافي. السلام عليكم، ممكن تيجي معانا شوية ناخذ اقوالك؟ وعليكم السلام. حاضر حضرة الضابط. طمني يا حضرة الضابط، هل تم القبض عليه؟ بالتأكيد تم القبض عليه، والعدالة سوف تأخذ مجراها، لا تقلق. أحضروا المتهم فورا إلى غرفة التحقيق. هو اللي صدمني يا حضرة الضابط، أنا مالي علاقة. حنين، حنين، يا الله يا الله، المصيبة كبيرة يا الله. قمنا بتفريغ جميع كاميرات المراقبة وجميعات دينك. أنا حسين هرهرة، ما حد يقدر يديني. أنت فاكر نفسك مين؟ فوق القانون؟ ارجعوا أماكنكم. هو السبب يا حضرة الضابط، هو اللي صدم سيارتي. والله لا خليك تدفع ثمن فعلتك ببنتي حنين.